أنا من أيام كنت صغيرة شغفي كان رياضة السيارات، كنت مجنونة السيارة. فيوم صار عندنا الشانس إنه يكون عندنا الفورمولا 1 في الحلبة، بديت أتطوع فيه من 2005، وليومك الحين أنا في 2023 موجودة فيها. طوال هالسنين بديت أترقى من أوبزيرفر مارشل لسينيور مارشل للوغر المراقب العام. والحمد لله في 2023 كأول مرأة بحرينية ترقيت كClerk of the Course. فClerk of the Course عبارة عن الرئيس المنظم حق المضمار. فدوري أنا كClerk of the Course إذا في حالة مثلاً في أي حادث صاير، أنا أنظم مع باقي الرؤساء الأفرقة، وهم من صوبهم لازم هم ينظمون ويا فريقهم على أساس إن في أسرع وقت لازم إحنا نشيل السيارة أو نتأكد إن كل شيء سليم في المضمار. في الآونة الأخيرة حصل جائزة أفضل مراقب عام من قبل الاتحاد الدولي، وهاي الجائزة سنوية تعتبر، والاتحادات المحلية ترشح أفضل مارشل عندهم. ومن بين كل هالمارشل ومن بين كل هالاتحادات الحمد لله، يعني احنا انا حصلت على هالجائزة على مجالي انا، وكوني انا ان انا خبرة كل هالسنين من 2005 ل 2022 خضعت لها تحديات ودربت مارشل جداد، دشيت في مجالات وايد في هالقطاع، فالحمد لله الحمد لله يعني حصلت على هالجائزة.